عليك انت بس اشوف فيديو بلاش ليش ما تشترك بالقناه؟ ها بس اشوف عسى لعبها راي على راسك ليش ما تشترك بالقناه؟ بس اشوف الفيديو مو حط لايك لا تشوف هاي تدري شو اسوي افتهمت وما افتهمت حط لايك واشترك بالقناه اي مو بس تباع بلاش. السلام عليكم شباب انا شاكم شو اخباركم عساكم طيبين رجعناكم في جديد فيديونا اليوم يا شباب هو نهاية السيزن 14 بدل 15 يا شباب المهم السيزن 14 هرامات راح يروح بعد 10 ساعات 58 دقيقة فيا شباب قبل لا ينتهي السيزن لازم نجلد 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 لازم نجلد لازم ننزل مستودع نجلد المستودع قبل لا يخلص السيزن لازم نجلد ثم نجلد كلام مهم ثاني يا شباب جاي اسوي بثوث يعني رتبت امور للبثوث مباشره على الفيسبوك فهذا البيج مالتي هنا انا ما ادري هنا ما ادري هنا باي ما اذا شفتوه طلع هذا هو اسم البيج مالتي روح على الفيسبوك وتعالوا وكسروا ام المتابعه كسروها لام المتابعه عم يشوفون البثوث ما احتمال هيك وقت ابي هيك وقت كل يوم ويا بين يوم ويوم فالمهم بس تعالوا طم متابعة للبيج مالتي ترى جديدة يعني لا تقولون شوف هذا شو فخليكم مال الفيديو هواي طول ترى قولي كيف بادي ما عليكم نجلد في الوقت كله وقت نجلد ابلع جالودي هذاك شي يسوي مات هو ما مات كفو بالله شو قاتل رقم ثلاثة كتلة دمه لو والله انا دمج وانتم وابوكم وانتم متعلمين على هذا الشيء جلد 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 ما عليكم نهاية موسم جلد ابلع ابلع الام القاتل الحارق لا 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 كذب الشاقة وياكم كذب كذب شباب هاي سالفة رادلها ايش عندك هناك صار والله دمعت ما اعرف ليش ابلع 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 والله راح يسوي بيها لقطة وقلت لكم راح اسوي فيها لقطة بس انزين ما عليكم ما عليكم جلد 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 ما عليكم لا يوم نو نو بروبلم اوووه كفو رقم واحد يبو بس قلت لك كفو خطية ابلع ابلع وليك انت متوني وانا مسفن سكوب اربعة على ام الايم البيض نو ميرسي دات بلعوا بلعوا بالساره اليوم بالساره اليوم كبار اكسباير ها ها شقاك شقاك انت شقاك كيلينج سبري فور ذا بلو تيم شباب حركاتك جنبوت والله ما متعود على الستاند يعني اختفى اختفى
ما عليكم اليوم جلد في جلد لان نهاية موسم. بلعون تبلعون. شوف هذا كيف تبلع 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 ما عليك. والله شاكات بس ما عليك. جلد في جلد زاد جلد ما عليكم. انا الماي نيك الام في بي يعني دائما انا في بي اطلع ما يصير هيك يا شباب لازم اعطيكم فرصه. جيم ثاني جيم ثاني ما عليكم. هذا شو اسمه شراب عصير طبيعي يعني لا تقولوا ما ادري شنو باعوا لي ما ادري اذا كان يطلع بالكاميرا دقيقه. عنب هذا عنب عنب مو طلعنا شي ثاني. هذا كتبته ما اعرف شلون. كفو كفو على لا لا انزل 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 مو خلني شنو هاي هذا باكم كلهم هذا ما خلى بيهم ولا واحد والله حرام. هيك يسوي هيك هيك يسوي هيك. بلعون وحق الله تبلعون. خلصت خلصت الان 7 اي نهاية سيزن اي نهاية سيزن تعبير. والله الايم اللي خبل بس ما مات. تبلع تبلع سوي ريلوت ورا الحائط مو انا ما لحقت نهاية سيزن هو تسوي شيء وصح نهاية السيزون. قول النيل ابلع 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 من فوق الجوة من فوق الجوة طلع حرقتي كلها بي. لا دم قطرة لو ما لا احنا هيد شاكات لي بالله دم قطرة حرام شباب وشو لي تعال انت ما خطاور هاي الحاوي. ابلع ابلع هالوزي هالوزي لا لا والله نيد 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 شردو وقلت لكم شردو ابلع 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 شباب لو نفوز لو يفوزون واحدة من الاثنين ابلع شبيك شبيك هايوزي بالله بس انا جاي العب الشباب راح يخسروني. نايس شوت. تارجت داون. ريلودينج. كان وراي وما ادري بي شلون المطار المطي. لقلك هيك. زي الحمير. كان فاصل كان فاصل لك هذا كان فاصل ما تقدر تكتله. نهاية موسم نهاية موسم نهاية موسم هذا ايش قد بينقى صفر
100 كلهم يابانيين. عم ايش بيك؟ عتبي انا بي هذا الخاصيه الاحمر عتبيها تقتلني؟ شلون؟ مو بنك هذا، انا عنده طالع بادي و خلصت الوزي كالعاده كالعاده متيت وراح يبقى صاحبي او لا راح يقتل صاحبي. Losing the game. The red team is about to win. Reloading. معقولة كلامه ما مشي. Enemy down. Cover me. يا ليوزي يا ليوزي يا ليوزي. لك عم ايش قد دمك؟ ايش قد دمك؟ انا ايش اسوي لك من دمك؟ Half of the match is over and the red team is in the lead. Red team victory. يعني انا بهذا السيزون وصلت الى مستوى لا يصله الا المحترفين امثالي. شوف شباب وصلت كونكر على سيرفر اوروبا بالسكواد دائم، يعني ترى منظور شخص اول. بس كونكر يا حبيبي كونكر، اي كونكر. ف والله يا سيزون كذي منتظره بس يخلص على مداخذ الفراغ يعني. فيا شباب حان وقت الان الكلام المهم والذي هو سوف يخليك تصل الى مراحل عديدة لا تحلم بها. يا شوف انت جاي شاهدني، اول شي حط لايك واشترك وروح للفيسبوك وتعال اسمع. انت اذا شي ببالك وحلمك تحلم به من البداية وحاطه براسك وحاسس انه الشي انت تحبه كمل، لا توقف. ليش لا توقف؟ انت تحب هذا الشيء كمل الى الامام، سر الى الطريق المستقيم المستقيم العهدي، لان انت الشيء بالك تفكر من اذا كنت مبتدئ على اليوتيوب، اذا كنت تحب تفتح قناه وتخاف تتردد، ها يجون مشتركين لو ما ادري شنو، لا تفكر بهالشيء، انت فكر بشيء تحبه وسويه وحقق حلمك لقدام، ظل امشي لقدام، مو بس يوتيوب، اي حلم اي حلم ببالك، اي حلم تريد تسويه شنو ببالك حاطه، انت ما دام خاله ببالك وتريد تسويه انت شي تحبه من كل قلبك هذا الشي يصير. لا يهزك هذا تجي منه هذا يجيك منه، انا ما يصير ما ادري شنو، يعني ينزلون امالك لجوا، هم هذول يكرهوك لو مو ما يكرهوك، وانما يعني شلون الاستهزاء ومو انا بأسكت هيك غلس. فيعني خليهم ذولا ورا وانت امشي بحلمك، امشي امشي لقدام، لا تيأس ابد ابد لا تيأس، لان انت هذا الشيء حابه، امشي لقدام. كافي فلسفه. لينا يا شباب وصلنا لهذا الفيديو، اتمنى عجبكم الفيديو، لا تنسونا بلايك واشتراك اذا كنت جديد، اشترك بالقناه هسه وحط لايك، وتعال على مات الفيس البيج هذا اسمه او هذا او هذا او هذا باي مكان يعني، هو في مال الاخر.